اليوم جئنا إلى هنا لنندد بجميع الأشكال القمعية التي مارسوها على الأساتذة، منها المتابعة الأخيرة في الرباط بتمثل في 45 أستاذ، وأيضا على المستوى المحلي هناك عدة قضايا تهم مديرية شفشاون، بحيث تم الاعتداء على الأستاذ محمد عزوز بابتدائيات أمتار الابتدائية، وأيضا هناك أستاذة تم ضربها والتعسف عليها من الأم في مديرية شفشاون. اليوم نحن نقول ونندد ونستنكر ونستجيب هذه التصرفات لا تربوية والتصرفات التي تنم عن حقد دافين ضد التوجهات السامية للمهنة الأستاذية، ونحن سنقف في حجرة وصدا لكل هذه الممارسات، ولازلنا نقول صامدون صامدون. شي تفاصيل بخصوص الاعتداء هذا، شنو وقع فوقاش وقع؟ بخصوص الأستاذ محمد عزوز من مديرية أمتار، كما نعلم جميعا ان الاستاذ المديره لها تصرفات تعسفيه تخص تلك المؤسسات، ممارسه سلطويه. اخر ما رجى في بخصوص هذه القضيه انها بدات في كيد الاتهامات والاستفسارات، وتهجمت على الاستاذ من داخل المكتب ديال المديره، بحيث حاولت الصاق التهمه له بانه تحرش بها، ثم هو خرج من المكتب وذهب الى الدرك الملكي وتطورت القضيه. ولا زالت المديرية الإقليمية لشفشاون بعد أن بعثت لجنة خاصة لهذا الشأن لا زالت تتكتم على هذا الموضوع، ونحن في التنسيقية الوطنية الإقليمية الأساتذة فرضنا القول سنتابع هذا الملف وسنأخذ أي خطوات في هذا الشأن.